احباب، نهاركم مبروك. ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم اليوم باش نديروا مع بعض اكله ماشي جديده، ما الفا نديرها معكم في لي غروب. رايحين نديروا رز بشعريه، رز بالفيرميسل، اكله سوريه. نخدموه باش نخدموه اليوم بلا فيونداجي. كنت ديجا درت معكم رز بشعريه بس خدمناه بالبولي باسكيز، تقدروا تقولوا لي فيديو القدوم تصايبوه. اليوم رايحين نخدموه بلا فيونداجي، رايح يكون خفيف وبنين، اون بليس دو سا ما يشدلكمش الوقت. دونك نبداو. واش نسحقوا؟ نسحقوا الرز، نسحقوا الفيرميسيل. انا عندي هنا كيلة قريب ونص رز، عندي رز بسماتي، وعندي هنايا كيلة تاع فيرميسيل معمره. تقدروا تنقصوا في الكيلات، ديروا واش حبيتوا. عندي هنا حبه بصل كبيره مقطعه، عندي واحد 350 غرام، واحد 400 غرام بالك نتاع لحم مرحي. عندي لي زيبيس، الملح، فلفل كحل، قرفه، سكنجبير، والكركم داكور، وزعتر والرند. درت شويه زيت في المقالي ديالي، ونزيد شويه زبده، ونسحقوا تاني شويه ثوم، ونبداو لا غوسيت على بركه الله. نحطوا هنايا شويه زبده على باش يتنسم لنا الرز تاعنا بيان، ما رايحش يجي ميدوم، باسكو نديرو تانيك شويه لهنايا مي ما نكملهاش. اونوازيت برك نقليو فيها اللحم، ونقليو فيها البصل ديالنا. نحطو هادي يدو فوق النار، ونحطو المقالي ديالنا في الطنجرة والمقلة، ونعاودو نولو. فوالا راني حطيت دوكايا المقلة ديالي فوق النار باش تذوب الزبدة تاعي، وحطيت دان اوتر كوتي. لازم لكم توجور تخدمو بالمقالي تقال، خطونا من هادوك تاع شيكي وخفاف داكوغ. وهنايا عندي الزيت والزبدة، نخلوهم حتى يدوبو مليح. واش راني دايرة؟ راني دايرة زعترة ورند باش نسل الرز ديالي داكوغ. هنايا راهي تدوب، وهنا راهي تدوب. دوك نخلوها حتى تدوب بيان سخن، ونجيبو لا بخومييغ دي شوز، نجيبو الشعرية نتاعنا، يسمى الفيرميسيل ديالنا. نحطها هنايا، هنايا وهنا راني ندوب. هنايا ديجا كيما راكم تشوفوا هاو لي كداب. دوك واش ندير هنايا؟ نجيب نوت كيير، نحط لحم مرحي تاعي، ونشوي الحلو باش يطيب. بسم الله. هادي نخليها للرز، وهنا نديرو اللحم. نحل اللحم ديالي، نخليه يطيب في غربو. ماشي شرط يطيب مليح، مي ليسونسيال يوافيلي، ليسونسيال يمدلي هذاك لوكو تاع اللحم مقلي. باسكو علاش؟ حيزيد يطيب مع الرز. شوفوا هي فغيمون ماكله سهله، تقدروا تزيدوا لها الخضره. انا مانيش حابه ندير لها الخضره اليوم، راني حابه نديرها غير هكذا. لهنايا نفيريفي، نخلي الزبده تاعي تذوب بيان، ما نغسلش. نقلب باللحم باش يطيب لي. كي يدي اللحم ديالنا اون دوغيغ تماك، دوغ راهو يتعود لي هذا. كي يدي اللحم تاعي اون دوغيغ تماك، نبدا نزيد البصل، نخليه. نجي هنايا شوفو طنجرة، نحط الفيرميسيل ديالي. واش ندير؟ نسيي نغلفها كامل بالزبدة هاديك. دوكا نركزو مع الفيرميسيل كتر من نركزو مع اللحم، باسكو اللحم محاش يتحرقلنا. اون فانغوبي كاع هاديك الفيرميسيل، اون فانغوبي بالزيت والزبدة. ديجا بدات تطلع ريحة الرند وزعترة، ونخلوها تتحمر. تقدروا تنقصوا كمية الفيرميسيل، هاني قلتلكم. هنايا ما نغسلوش هكذا، يسمى رانا يد منا ويد منا. دوك نزيدلو شوية، نحطلو البصل والثوم، نخليه هكا. نعاود نولي الفيرميسيل، باسكو علاه الفيرميسيل تم تم بدات حمار.
ما نغسلش عليها، وميم طون راني مع اللحم تاعي. خل اللحم هكذا قدر ندوغ نشوف نحطو له البصل، تحكم درت حبة بصل كبيرة، واش ندير عليه ثاني؟ شوية ثوم كيما عودتكم، الثوم تاعي راهي مخدومة. ها نخلطو ونخلوه يطيب شوية، دوكا يطيب هذاك البصل ديالنا. نولو لهنا، شوفو بدا ياخد لون، الفيرميسال ديالي بدا ياخد لون. نخلطوه يدمنا ويدمنا كما يقولوا، والروايح بداو يطلعوا تاع الماكله تاعنا. توجد دون ماكسيموم 20 مينوت تكون واجده، ما يكونوا ضياف ولا جاوكم ولا حاجه فريمون بنينه، وتوجد تمتم. نخلو دوك البصل تاعنا يطيب ونتلهاو مع الفيرميسال ديالنا هكذا. حتى وين تحمر بزاف تقدروا تنقصوا، كاين اللي يدير باغ اكزومبل زوج كيسان روز كاس فيرميسال. هنا هنايا درت كيلو ونص روز بكيلو فيرميسال. دوك هذاك البصل يطلق معاه، المهم قطعوه رقيق باش ما يجيش يدبل تمتم، ما يبقاش يتغزغز. نجو ندير الملح لهنا، نديرو ليزيبيس ديالنا. ليزيبيس نديروهم لهنا في اللحم، ما نكتروش باسكو رايحين نديرو تاني مع الرز. نحطو توجور الفيرميسال ما نغفلوش عليها، شوفو هي بدات تتلون. هاي بدات تاخد اون كولور، شتو غنتيغي با درنا زبدة، شوفو نعاودو نولو. شوفو هنايا الفيرميسال ديالنا هاي تحمرت، نطفي هادي. الفيرميسال ديالنا راهي تحمرت، واش نديرو؟ نديرو الروز. الروز انا عندي باسماتي، انا علاش راني نقول لكم؟ باسكو الكيله تاع الماء تختلف بين الروز الباسماتي والروز هذا والروز الابيض. دوك نزيد نخلط داكور الكيله تاعي هكذا، نخلي هذاك الروز انكور يشرب شويه مع الفيرميسال، ونبدا نوجد الماء ديالي. شوفوا عندي ديجا نايا كيله نتاع وسمو سموه لي الفيرميسال. واش تقابلها كيله تاع الفيرميسال؟ تقابلها كيله ما داكور، كيله فيرميسال بكيله ما. كيله ونص نتاع روز باسماتي، واش تقابلها كيله ونص تاع روز باسماتي؟ تقابلها لو دوبل، تقابلها تلت كيلات ما. دونك اون طول لهنا عندي كيله نتاع ما، الكيله اللي عبرت بها الفيرميسال، وتلت كيله تاع ما الكيله اللي عبرت بها الروز. هذه هي دوكا في هذه المرحله. نجي انا اللحم تاعي ديجا راهو طايب، هاوليك درت له لي زيبيس ودرت له كلش. نحطوه هنايا، نحطوه هنا فوق الروز، راهو فيه الملح راهو فيه كلشي. لي زيبيس اللي درتهم للحم هما اللي حنخدم بهم الروز هكا. ندخلوه بيان، يزيد يتشرب النكهه تاع الروز، يتشرب لنا النكهه تاع اللحم. هاوليك نجيب انا معمره الكيله ديالي تاع الماء، الماء هذا راهو فريمون سخون. نديرو نزيد جوج كيلات، ثلاث كيلات تاع الماء بالكيله تاع الروز اللي كيلنا بها الروز. راني درت جوج كيلات، نزيد الثالثه. دوكا نخلطو هكايا، تسمى راني دايرت له كيله تاعو تاع الماء، تفهمنا؟ راهو اللحم ديالو فيه، راهي كل حاجه فيه. دوك واش نزيد؟ نزيد له شويه من لي زيبيس اللي درناهم للحم، اللي هما فلفل كحل، قرفه. انا دوك راني نخدم بيد وحده ما نقدرش، فلفل كحل، قرفه، وكركم، وشويه سكنجبير.
داكوغ، ونزيد له الملح ونغطيه ونقص لو فو ابتي فو ونخليه حتى وين يشرب، ومن بعد نعاودو نتلاقاو. هاوليك الروز تاعنا بعد ما طاب، شوفوا توجور نقول لكم الروز خلوه يشرب مليح. شوفوا كي تشوفوا تنقصوا له ابتي فو وتغطوه، كي تشوفوا كشغل تقابي لهنايا عرفوا بلي الروز ديالكم شرب. شوفوا كيفاش يطيب مفركت. هاد الطبق يوالم، كاين بزاف الناس اللي تحب تاكل الرز في رمضان، وعلى بالكم لي بخي كيفاش راهم. يسمى اللحم ولا الدجاج المرحي ولا ديروا واش حبيتوا، الكميه اللي حبيتوها. شوفوا كيفاش راهم مفركت، راهو هايل. شفتوا يجي طايب على حبه ويجي مفركت، الله الله، ما يجي معجن ما والو. وشنو كاينه حاجه كي تطفوا عليه كيما انا طفيت عليه، رحت غسلت مياناتي اللي خدمت بهم كامل، صليت صلاتيتو، ومن بعد عاودت وليت ليه. ما يحبش بزاف المسان، دونك يطفوا عليه خلوهم ويريح نص ساعه ولا، وفتحوا عليه باسكو علاه، باش يزيد يشرب الماء اللي راهو فيه من الداخل، باسكو هو مازال ما كملش طياب. دوك نتوما دي فوا دوقوه تصيبوه شويه يابس، مي هو هاد السخانه كاع مازال يزيد يطيب. شوفوا نسير بيه قدامكم شحال نكره كي نطاشي لاسيات هكذا. نهاوليك يجي فريمون طايب على حبه، واللحم هذاك زاد له بنه هايله. كاين لي هكذا يحب يديكوريه بنواد كاجو، كاين لي يحب يدير له لوز محمص. انا ما عنديش هاد الساعه، مي تقدروا توجدوا له ديروا له. هاوليك الرز ديالنا فريمون هايل، يسهل تجربوه. فو بوفي لاكومباني، ماشي شرط ديرو كيما درت انايا باللحم مرحي، تقدروا هكا لا لوميير راهي تبان خير. قلت لكم ماشي شرط ديروا اللحم مرحي، داكوغ، تقدروا ديروه وحدو كيما طيبتو هكذا كيتو، ومن بعد واش تزيدوا له تزيدوا معاه بولي غوتي كيما درنا في لاغوسيت السابقه. ولا هاوليك شوفوا دوكا هاني قربت لكم، او يبان تري تري بيان. هكذا نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، تهلاو في روحتكم، صحه فطوركم ولا صحه عشاتكم، والله يفرقنا بلا ذنوب ان شاء الله.